السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأستعرض فيه خبرا يقول ردة فعل اليمنيين من التهديد السعودي الإسرائيلي بالعدوان على اليمن. وإلى التفاصيل، لوحت السعودية بعودة المعارك في اليمن بعد ساعات من تهديد مسؤول إسرائيلي بتنفيذ عدوان على صنعاء في تزامن يدل على تنسيق عال بين الرياض وتل أبيب، أكده استخدام مقاتلات جوية من ذات الطراز في توجيهه. ونشر حساب كولومبوس التابع المستشار ولي العهد السعودي سعود القحضاني على إكس صورة لمقاتلات سعودية من نوع F-15 وإلى جانبها تعليق مكتظب يقول الضربة القاضية في تهديد يتطابق مع الذي أطلقه قائد القوات الجوية الإسرائيلية وإلى خلفه مقاتلة إسرائيلية من نوع F-15 بشن عدوان على صنعاء. وانهالت على تدوينة القحضاني تعليقات يمنية وعربية ساخرة ذكرته فيها بما تعرضت له مصافي منشآت أرامكو في جدة ومحطة بقيق وخريص ورأس تنورة وغيرها من المرافق الحيوية السعودية من قصف يمني أشعلها لأيام، وتسبب في توقف تصدير النفط باعتراف وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان شقيق ولي العهد، مؤكدين أن ما لم تحققه السعودية طوال 9 أعوام من القصف والتدمير لم ولن تستطيع تحقيقه أبدا اليوم. وكان قائد القوات الجوية الإسرائيلية تومر بار قال كما تتعرض حماس للقصف هناك خطط هجومية في اليمن أيضا، مضيفا أن سلاح الجو جاهز ويتصرف في كافة أنحاء الشرق الأوسط. يشار إلى أن قوات صنعاء تشن هجمات بصواريخ البالستية والطيران المسير على أم الرشاش أو إيلات، كبدت العدو الإسرائيلي خسائر اقتصادية فادحة تضاف إلى التي ستنتج عن إغلاق باب المندب أمام السفن الإسرائيلية. طبعا ومن خلال استعراضي للخبر سيتضح لكم أعزائي المشاهدين التنفيذ أو التنسيق السعودي الإسرائيلي في التهديد بالعدوان على اليمن من خلال تطابق الصورة التي استخدمها قائد القوات الجوية الإسرائيلية تومر بار في حديثه عن وجود خطط إسرائيلية لضرب اليمن مع الصورة التي استخدمها مستشار ولي العهد السعودي. وكلتا الصورتين احتوتا على دائرة أمريكية من طراز F-15 كما تلاحظون. هذا ناهيك عن التطابق في الموضوع، والذي جاء تصريحا على لسان الإسرائيلي بينما جاء تلميحا على لسان السعودي. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية أنا أستبعد قيام إسرائيل أو السعودية بهذه الحماقة، وذلك لاعتبارات وأسباب سوف أذكرها لكم في فيديو لاحق. ومن ناحية ثالثة ونيابة عن 99% من الشعب اليمني سواء في الشمال أو في الجنوب، أقول أن هذا الشعب الحر اليوم هو مع استمرار الضربات اليمنية للعمق الصهيوني، وهو لا يخشى من أي ضربة تشن عليه من أي قوة كانت، وضز في أمريكا وضز في إسرائيل وضز في أوروبا والسعودية وكل دول العالم التي ستؤيد هذا العدوان. إحنا أولا واثقين في الله وتأييده لنا، لأننا نستمد قوتنا وتسليحنا منه تعالى، وثانيا إحنا رجال حرب ولا نخشى الحروب، وسبق لنا الصمود 9 أعوام أمام عدوان 21 دولة، صمدنا إلى أن انتصرنا على كل قوى التحالف في الخارج أو والداخل. طبعا أنا على يقين أن 99% من اليمنيين هم معي قلبا وقالبا وموافقين على ما قلته، وأي يمني عكس ذلك فهو باختصار ليس يمنيا ولا يمت إلى اليمن بصلة. ربنا يحفظ بلدنا وشعبنا العظيم وقيادتنا الحكيمة وينصرنا على كل من يعادينا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وقبل أن أختم، لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وهذه خالص تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.